يا هلا ومرحبا، سلام. هذا البيت طبعا نحت يدوي على خشب المارنتي. هذا يمثل البيت البغدادي، يعني يجون جيل من عمرك وبعد عمرك ما يعرفون البيت البغدادي شلون، لان كلها دا تزال. فهذه حتى نراويهم نقول لهم البيت البغدادي كان ينعمل من طابوق وخشب، فهاي تبقى كوثيقة أو تاريخ للمستقبل. شكرا.